إذا قيل لك ما هي الفوائد المتعلقة بالتوحيد من قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فقل في هذا بطلان عبادة ما سوى الله فمن يدعى من دون الله مما زعموا لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكونها على وجه الانفراد استقلالا بل إنهم لا يشاركون الله جل وعلا في شيء من ذلك بل إنهم لم يعينوا الله عز وجل على خلق أي شيء مما كان في السماوات وفي الأرض فكيف يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل فهو الغني جل وعلا الغنى المطلق.